السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة فيديو ملوش مثيل، يعني مفيش فيديو اتعمل على المتصفح ده. المتصفح ده متصفح بعدة نوافذ في وقت واحد، في ميزة مش موجودة في المتصفح التاني اللي انتوا عارفينه اللي هو اليوسي تيربو. لا، المتصفح ده في ميزة الاوتو بلاي، يعني انت هتشغل نافذة واتنين لحد ست نوافذ اوتوماتيك. اول حاجة هتعملها هتدخل على قناتك على تطبيق اليوتيوب وتختار وضع التصفح الخفي قبل ما تستخدم هذا المتصفح. المتصفح هنحمله مع بعض من على متجر بلاي. المتصفح اسمه مالتي فيو براوزر. هندخل على جوجل بلاي ونكتب في البحث مالتي فيو براوزر. هو اللي ظهر قدامنا ده مجموعة الدوائر الصفرة ديت، نضغط عليه هنشوف تقييمات الناس اللي حملوه. هو صغير جدا على فكرة، مساحته 7 ميجا فقط لغير. هنشوف التقييمات، تقييماته كله اللي بيقول جميل جدا وبيقول رائع وبيقول مستوى راقي، متصفح مميز تمام. هنحمل المتصفح مع بعض. هو مش هياخد وقت لانه هو مساحته صغيرة جدا، 7 ميجا. من خلال المتصفح ده احنا هنقدر نتعامل ونحقق ساعات المشاهدة وعدد المشاهدات كمان. خلاص حمل معانا، نفتح المتصفح. هو هيظهر معانا في البداية بنافذتين زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده، نافذتين، النافذة الأولى فوق والنافذة اللي تحت. التلات نقط اللي على إيدك اليمين دول من خلالهم ممكن تزود النوافذ دول لتلاتة أو أربعة أو ستة. هنيجي نشتغل على النافذتين الأول وبعدين نكمل. هنكتب في بحث اليوتيوب يوتيوب ونضغط على يوتيوب ونختار القناة اللي عايزين نتصفح لها وليكن R7 تيوب. نضغط اوكي على البحث. ظهرت قناة R7 تيوب. هنختار الفيديو الاخير اللي هو موجود قدامنا تمام. اشتغل معانا الفيديو في النافذة الاولى زي ما احنا متعودين. هنضغط على الثلاث نقط اللي على الفيديو عشان نخفض جودة التشغيل ل 144 كالمعتاد عشان الباقة ما تسحبش مننا. تمام يا شباب، دي اول نافذة. انا هوقف الصوت عشان ما يزعجكمش ونتنقل على النافذة التانية اللي تحت ونكتب في بحث جوجل يوتيوب ونضغط على يوتيوب. هيظهر لنا تطبيق اليوتيوب، هنيجي في بحث يوتيوب نكتب اسم القناة R7 تيوب. طبعا انت هتكتب اسم قناة حضرتك، يعني هنختار فيديو اخر اللي هو تحميل كين ماستر مهكر. كده النافذتين قدامنا، احنا عايزين نشغلهم في وقت واحد وعايزين نشغلهم اوتو بلاي تمام. التلات نقط اللي على ايدك الشمال فوق فعل الخيار الاول، اضغط على المربع كده هيبقى احمر واضغط على المربع التاني في الخيار التاني نفس الوضع. كده الفيديوهين هيشتغلوا مع بعض تمام. لو جينا للتلات شرط اللي على ايدنا اليمين فوق، سادس خيار اللي هو الاوتو بلاي اللي هو الاوتو ريلود اللي هو يقلب اوتوماتيك، وبيدي لك كمان انت عايز تغير الفيديوهات بعد قد ايه، يعني بعد 30 ثانية، بعد دقيقتين، بعد 3 دقايق، بعد 5 دقايق وهكذا. نخليه مبدئيا كده على دقيقتين و30 ثانية. طبعا انا مش بقول لك اعمل كده، بس انا بحاول اوريك المميزات اللي في المتصفح. ونخرج، شغالين النافذتين معانا زي ما حضراتكم شايفين.
السهمين اللي جنب الثلاث نقط اللي على ايدك الشمال فوق اضغط عليهم فعل الاوتو ريلود عشان الفيديوهات اما تخلص هتشتغل اوتوماتيك. ما تنساش الخيارين اللي هما هتضغط على الثلاث نقط على ايدك الشمال فوق تفعلهم، تضغط عليهم يبقى المربع بتاعهم باللون الاحمر هيشتغلوا معاك زي ما حضرتك شايف تماما دلوقتي النافذتين وبصوت مكتوم كمان. تمام يا شباب، النافذتين شغالين معانا قدامكم. مش اي مشاكل طبعا. خلي بالك احنا هنيجي على النافذة التانية عشان نخفض جودة التشغيل ل 144، بنضغط على الثلاث نقط ونختار من الاعدادات ونختار جودة التشغيل ونختارها على 144. تمام كده احنا مشغلين نافذتين من متصفح مالتي فيو براوزر. طيب عايزين نشغل ثلاث نوافذ او اربع نوافذ او ست نوافذ، هي الخيارات اللي موجودة في المتصفح نافذة واحدة او نافذتين او ثلاثة او اربعة او ستة. احنا كده مشغلين نافذتين، طبعا عايزين نشغل اربع نوافذ. هنيجي على ثالث خيار وهتضغط عليه. كده المتصفح بقى قدامي اربع نوافذ، النافذتين اللي احنا مشغلينهم فوق اهم قدام حضرتك تمام، والنافذتين اللي موجودين تحت برضو هنتعامل عليهم بنفس الطريقة بنفس الطريقة. خلي بالك انت ممكن تشغل على مجموعة النوافذ دي قوائم تشغيل، بس انا حبيت اختصر لك الوقت وبشغل لك فيديوهات. وميزة الاوتو بلاي انا سبق قبل كده كنت عرضت المتصفح ده بس ما اتكلمتش عنه. وخلي بالك دايما تأكد على تفعيل المربعين اللي فوق بعد الضغط على الثلاث نقط دول، تضغط عليهم وسهم احمر كده بيبقوا المربعين باللون الاحمر تفعلهم، والسهمين اللي هم جنب الثلاث نقط اللي فوق اضغط عليها فعل الاوتو ريلود. تمام النافذتين اللي فوق شغالين معانا، يلا عشان نستعد ونشغل نافذة تالتة كمان معاهم عشان نوصل ان احنا الكلام اللي قلناه صحيح ومفيهوش اي مشاكل وكل شيء ماشي معانا تمام. انا سايب لك التطبيق قدامك عشان تشوف بعينيك ان كل كلمة احنا بنقولها تمام ومفيش اي مشاكل. تمام يا شباب، يلا بينا عشان نشغل النافذة التالتة. برضو نفس الوضع، احنا هنضغط على جوجل بحث جوجل وهنكتب يوتيوب وهنختار يوتيوب، وفي بحث يوتيوب هنختار القناة ايضا بنفس الطريقة نفس الخطوات هنكررها، وما ننساش بعد كده ان احنا نخفض جودة تشغيل الفيديو. يلا نضغط على جوجل ونكتب يوتيوب في النافذة التالتة. تمام بحث يوتيوب، نضغط على يوتيوب. عندي قناة R7 Tube قدامي هي، هختار الفيديوهات بعد ما اضغط على القناة واختار فيديو غير الفيديوهين اللي شغالين في النافذتين التانيين الاولى والتانية. تمام وليكن حل مشكلة
استوديو اليوتيوب وعدم ظهوره في الاونه الاخيره. تمام، هنخفض جودة التشغيل من 360 ل 144 بنفس الطريقة ونضغط حسنا. تمام يا شباب، ما تنساش ان انت تأكد من خلال الثلاث نقط على ايدك الشمال فوق ان المربع الاول والثاني انت مفعلهم. تمام، لاحظ اللي بيحصل قدام حضرتك، الثلاث نوافذ اوتوماتيك اتغيروا وهيشتغلوا النافذه الاولى والثانيه والثالثه، او النافذه اشتغلت. تمام، انا معاك خطوه خطوه. تاني نافذه اشتغلت. تمام، تالت نافذة اشتغلت. تمام، نفس الطريقة هتكرر الكلام ده على النافذة الرابعة، ولو حبيت ست نوافذ برضو هتيجي على التلات شرط اللي ايدك اليمين فوق وهتضغط عليهم وهتختار عدد النوافذ ستة وهتتعامل بنفس الطريقة. تحياتي لكم جميعا، يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، وما تنسوش اعجابكم بالفيديو وتعليقاتكم دعم لينا واشتراككم بالقناة. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.